أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بنشوب اقتتال جديد بين فصائل إرهابية تابعة للاحتلال التركي بريف محافظة حلب. ممارسات وأفعال تبين حقيقة العناصر الإرهابية التي قدمت مع جيش الاحتلال التركي وشاركته في عدوانه واحتلاله لمناطق من الشمال والشمال الشرقي من سوريا. أفعال وإن لم يعلن أو يعرف بشكل واضح مسبباتها، لكن مجرد حدوثها هو بحسب مراقبين دليل واضح إلى مدى هشاشة صفوفهم، وأن ما جمعهم وأتى بهم للاعتداء واحتلال أراضي السوريين ليس فقط سوى رغبتهم بالسرقة والنهب، لا سيما بعد تعمد النظام التركي إلى إفقار وتجويع عناصر تلك الفصائل بغرض دفعهم لارتكاب أكبر قدر من الجرائم بحق أهالي تلك المناطق. الاقتتال بين عناصر الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي لم يعد بالأمر الجديد، إذ يحدث بين الفينة والأخرى أن يقاتل فصيل ما الآخر أو يهاجم مجموعة عناصر نقطة خاضعة لسيطرة الأخرى، وآخر هذه العمليات والتي وفق مراقبين لن تكون الأخيرة طالما أن الغنائم موجودة هي نشوب اقتتال بين فصائل إرهابية تابعة للاحتلال التركي في ريف محافظة حلب بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. المرصد قال إن اشتباكات ليلية اندلعت على طريق الراعي بالقرب من مدينة الباب المحتلة شمال شرقي حلب بين فصيلي أحرار الشرقية وأحرار الشام الإرهابيين دون معلومات عن أسباب الاقتتال. هذا الاقتتال بين الفصائل التابعة للاحتلال التركي جاء بعد يومين من اقتتال مشابه شمال شرقي حلب جرى بالأسلحة الرشاشة بين عناصر الفرقة التاسعة الإرهابية وإرهابي الجبهة الشامية في جرابلس، والتي أسفرت حينها عن مقتل عنصر من الجبهة الشامية وإصابة مدني بجروح وسط تحشيد عسكري من مناطق عدة لمؤازرة الفرقة التاسعة. ومع عدم ذكر الأسباب حول عمليات الاقتتال فيما بين الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي، يقول مراقبون بأن الأمر كله يدور حول اقتسام الغنائم التي يحصل عليها عناصر تلك الفصائل من خلال عمليات سرق ونهب ممتلكات أهالي المناطق التي يحتلونها. هذا الاقتسام الذي في معظم الأحيان يتحول لنقطة خلاف حول الحصص ينشب على أثره عمليات اشتباك واقتتال. للوقوف حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الشمال السوري سلام حسين، عضو الهيئة التنفيذية للتحالف الوطني الديمقراطي السوري. أستاذ سلام، أهلا وسهلا بك في حديث اليوم. لطالما ادعى النظام التركي نيته جلب الأمن والسلام والاستقرار إلى المناطق التي خضعت لاحتلاله في خضم الأزمة السورية، في حين يبدو بأن الوضع الأمني ينقلب، يبدو بأن فصائل الصف الواحد لا تكاد تفتأ إلا وتقتتل فيما بينها، الأمور تتطور من جرابلس إلى مدينة الباب. مرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام صديق الشادي. نعم، بالنسبة لهذه الفصائل التي جمعتها تركيا من مجموعة من المرتزقة سواء كانوا السوريين بالإضافة إلى دمج الكثير من المرتزقة الذين تم جلبهم من الخارج ودمجهم في هذه الفصائل ودمجها في ما يعرف بالجيش الوطني على أساس أنه جيش وطني يمثل السوريين، هم ليسوا إلا مرتزقة، ونتيجة ما حصل خلال السنوات الأخيرة تخليهم عن كل مبادئ ما قاموا لأجله، مبادئ التي ادعوا أنهم قاموا لأجلها، الحرية والكرامة والعدالة، تلك المبادئ التي رفعوا شعاراتها، ولكن في الحقيقة كان هدفهم منذ اليوم الأول هو السلب ونهب والسرقة بالإضافة إلى الابتزاز. هم يحملون فكرا طائفيا إقصائيا، يرفضون الآخر، يعيشون على هذه الأمور، على الارتزاق بكل معنى الكلمة، ولا يمكن أن يتكهن المرء من المرتزق سوى هذه الأعمال. عندما يجوعون سوف يتقاتلون فيما بينهم في نهاية الأمر. الانكسارات التي تعرضوا لها بعد أن تجر بهم النظام التركي وجرهم من غوطة دمشق ومن حلب ومن بقية المناطق، أذلاء صغيرين إلى هذه المناطق، يتم الآن قطع الرواتب عنهم كل فترة،
فيتركون هكذا جائعين. الهزيمة تلو الهزيمة، الهزيمة الأخلاقية بالشكل الأخص لهؤلاء المرتزقة وجرهم من مكان إلى آخر، وخاصة في آخر مرة تم سوقهم إلى ليبيا، إن ورأينا أن عددا كبيرا منهم ذهبوا نتيجة حاجتهم إلى المال، فلم يعد لديهم ما يملكون لكي يصرفوه على ملذاتهم. لذلك كان لابد أن يبتزوا الأشخاص المدنيين من سرقة، هنا في حال انتهت السرقة وانتهى النهب من المدنيين فهم بضرورة الحال يمكن أن يتعرضوا إلى بعض، يمكن أن يسرقوا بعض، يمكن أن يقفوا في أوجه بعض، لأنهم لا يحملون أي قيمة أخلاقية. وأيضا إذا يمكن أن نقرأ الأمر من منظور آخر، فهؤلاء تحت ظل ما يسمى بالحكومة السورية المؤقتة أو الجيش الوطني السوري الذي تم إعلانه من قبل الائتلاف الإخوانجي المرتبط بتركيا بشكل كبير. ففي هذه المناطق التي يدعون أنهم وطدوا فيها الأمن والاستقرار، ويتحدث الرئيس التركي كل فترة أنه يحاول أن يمد هذه المناطق الآمنة ولتشمل كامل الشريط الحدودي في الشمال السوري، يقول أنه سيطرد سكان هذه المناطق أو من يدعي أنهم إرهابيون قوات سوريا الديمقراطية ليحل هؤلاء المرتزقة مكانهم. ولكن ما يحصل على الأرض وما نشاهده في هذه المناطق كل يوم يؤكد أن هؤلاء غير قادرين على إدارة قرية واحدة، غير قادرين على إدارة حي واحد. يعني هنا في الحقيقة يأتي السؤال البديهي أستاذ السلام، يعني إذا كانت المناطق الخاضعة للاحتلال التركي لنحو 3 سنوات حتى اللحظة لا يوجد فيها أمن وأمان من خلال اقتتال بيني لفصائل كما هو مفترض فصائل صف واحد، فما بالك عندما يتم الحديث من قبل النظام التركي عن نيته إقامة منطقة آمنة جديدة في شمال وشرق سوريا؟ بماذا سيختلف الحال؟ يعني كل الجهود ستبوء بالفشل صديقي شادي. صار أكثر من 3 سنوات منطقة بابو جرابلس محتلة، أيضا مدينة عزاز، مؤخرا عفرين، وحاليا هناك وجود تركي ولهؤلاء المرتزقة في أدلب. يوميا نقرأ ونشاهد العشرات من حالات الاختطاف والابتزاز، حالات القتل، لا توجد محاكم مدنية في تلك المناطق، هناك محاكم على أهواء هؤلاء المرتزقة. إن كان لدي ثار مع آخر أقوم باختطافه وأقوم بقتله دون أن يحاسبني أحد أو يتعرض لي أحد. نتواصل مع عوائلنا هناك، نتواصل مع بعض الناشطين هناك. الأوضاع الأمنية هناك سيئة جدا، يعني حتى أنه من فصائل أحرار الشرقية أهليهم وأقربائهم في هذه المناطق مناطق قوات سوريا الديمقراطية. الدليل أنهم لا يأتمنون على أسرهم لكي يتواجدوا في تلك المناطق ويرسلون أسرهم إلى هذه المناطق ليعيشوا هنا، وهم بالنهاية تم يعني الضحك عليهم وابتلوا بما ابتلوا به من ارتباط بتركيا وبالإخوان المسلمين. هم أنا متأكد أنهم على قناعة حاليا أنهم لا مصير، لا يوجد حل أمامهم، فقد باعوا أنفسهم للشيطان مقابل الحصول على بعض النقود أو بعض الدولارات، ولم يعد لديهم طريق العودة. لذلك هم يواجهون مصيرهم في هذه المناطق وعلى المسيرة التي بدأوا بها، مسيرة الارتزاق والنهب والسلب. هم غير قادرين مطلقا على إقامة منطقة يمكن أن يسود فيها الأمن والعدالة، لأنه هؤلاء هم خارجون عن القانون، هم اللصوص، فكيف لخارج عن القانون أن يقيم منطقة يمكن أن يكون فيها القانون سائدا؟ لا يمكن. هناك كثير من الأهالي يمكن أن يمروا من هذه المناطق إلى منطقة أخرى من عفرين أو إلى هذه المناطق، يتم إنزالهم على الحواجز، يتم سوقهم إلى أماكن مجهولة، لا يتم عرضهم على محاكم مدنية ولا يتم عرضهم على قضاة. كل ما في الأمر أن الموضوع هو موضوع ابتزاز مالي وسلب الناس من أموالهم. وهذه الأعمال تأتي أيضا تتم لهذا الأمر، فحين يغيب القانون تنتشر الفوضى، يسود قانون الغاب، وربما قانون الغاب هو قانون أفضل وأكثر عدالة من هذه المناطق التي يعيشون فيها. فيوميا هناك تفجيرات فيما بينهم، يريد أن ينتقم فصيل من فصيل آخر، يقوم بإقامة التفجير. طيب في هذه النقطة تحديدا، العفو للمقاطعة أستاذ السلام، في هذه النقطة تحديدا كي نفهم والسادة المشاهدين أكثر أسباب وخلفيات الاشتباك البيني بين فصائل تركيا في مناطق الشمال السوري. في الغالب لطالما كانت الأسباب الاقتتال على مسروقات تعود ملكيتها للمدنيين أو السلطة،
ولكن هذه المرة الاشتباك بين ما تسمى بالفرقة التاسعة والجبهة الشامية غير واضح حتى اللحظة. لا أعرف إن كانت لديكم معلومات إضافية حول الموضوع وحول الأسباب التي من الممكن أن تكون تقف وراء هذا الاشتباك الحاصل. نعم، أظن أن الأسباب هي أسباب شخصية، يمكن أن الشخصين يتقاتلا يختلفا على أمر ما صديق شريف، يأتي الاشتباك. فهذا كل الأسلحة موزعة بشكل عشوائي على الجميع، كل شخص هناك يملك سلاح، أسلحة خفيفة، يملك رشاشات، وحتى يملك الدوشكة في منزله. في حال حصول خلاف بينه وبين شخص آخر يمتد الأمر لكي يصبح الاشتباك اشتباك بين أكثر من فصيل، هذا ينتمي إلى فصيل وذاك ينتمي إلى فصيل، وبين الفصيلين يذهب المدنيين ضحايا هؤلاء القتال. يعني انتشار السلاح بشكل فوضوي وبشكل حر بين هؤلاء الأشخاص، الانتشار الكيدي، هؤلاء الأشخاص ما دام أنا أملك سلاح وأيضا أنا مرتزق بنهاية المطاف، ففي حال حصول أي خلاف بيني وبين شخص آخر مباشرة ألتجئ إلى السلاح. هؤلاء يفتقرون إلى الحكم العقلي، هؤلاء يفتقرون إلى الحس الإنساني، هؤلاء يفتقرون إلى أدنى مقومات الإنسان. يعني مجرد تحول خلاف إلى مجرد حصول خلاف سيتحول الخلاف بطبيعة الحال إلى خلاف عسكري وتراشق في الأسلحة، لأنهم غير قادرين على ضبط خلافاتهم وعلى حل مشاكلهم عن طريق العقل وعن طريق المنطق. هم اللغة الوحيدة التي يفهمونها هي لغة السلاح ولغة الارتزاق ولغة القتل ولغة الدم. طيب. هؤلاء هذه هي فلسفتهم، ولو لم تكن هذه فلسفتهم في الحياة ما كانوا في هذا الموقع أصلا. يتم استخدامهم من قبل قوى خارجية ومن قبل قوى إقليمية لقتل السوريين ولتوجيه بندقيتهم إلى صدور السوريين. يفشلون في كافة الاختبارات الإنسانية التي يمرون بها، يفشلون في مد أيديهم إلى باقية السوريين. هؤلاء لا يرتجى منهم خير في الحقيقة، ربما هناك قلة قليلة قد عرفت وقد فهمت أنهم تمت المتاجرة بهم وتمت المقايضة بهم وتم الزج بهم في معارك هي معارك غير سورية، وتم زجهم في حروب هي حروب لا تخدم مصلحة السوريين، لكنهم لم يعودوا يملكون من أمرهم شيئا. طيب. وأعتقد أنه لو فتح المجال لخروج هؤلاء من هذه المناطق والتحاقهم بقوات أخرى سيلتحقون بأعداد كبيرة، لأنهم هم أنفسهم لا يشعرون بالأمان في تلك المناطق. يعني هو يحمل السلاح ويشعر أنه غير آمن في هذه المناطق التي يحتلها ويديرها إلى جانب القوات التركية المحتلة التي احتلت هذه الأراضي. طيب. المحتل لا يريد خيرا للبلاد أصلا، ولا يريد أن يعم الاستقرار في تلك البلاد وفي أي بقعة جغرافية يحتلها، ولكن استمرار الفوضى في المنطقة يبقي القوات التركية. ولكن هذا التنحور والاعتراك بين الفصائل التابعة لتركيا، بالإضافة لإرسال بعضهم إلى ليبيا، بالإضافة لاستهداف قوات النظام نقاط المراقبة التركية في إدلب، إلى أي مدى هذه المعطيات كلها اليوم تساهم في إضعاف كل من الأصيل وحتى الوكيل؟ نعم، هم ضعفاء، تحولوا إلى ضعفاء حينما لم يعد هناك ما يقاتلون لأجله. كان ربما هناك قضية تدعو أنهم يملكون قضية في البدايات وأنهم يقاتلون لأجل مبادئ ولأجل أخلاقيات ثورية، لكن الأمر أصبح واضحا وتعرض كل شيء لديهم. هم لم يعودوا يملكون شيئا يقاتلون لأجله، كانوا يقاتلون لأجل النقود وما زالوا يقاتلون لأجل الدولارات ومن أجل الارتزاق الحقيقي. ومن لا يملك شيئا ليقاتل لأجله هو ضعيف، حتى ولو كانت أعدادهم بعشرات الآلاف وحتى لو كانوا يملكون أسلحة لا تضاهى فإنهم ساقطون أخلاقيا، إنهم مهزومون أخلاقيا. المهزوم أخلاقيا لا يمكن أن ينتصر في أي معركة يخوضها، ولا يمكن أن يتم القبول به في المجتمع. يمكن أن يمد سيطرته ويبسط سيطرته على منطقة بقوة السلاح وبقوة الدعم الخارجي، ولكنه ساقط أخلاقيا ومهزوم أخلاقيا في هذا المجتمع الذي يديره. فاليوم المنطقة في إدلب على أساس أنهم معارضون للحكومة السورية والجيش السوري يتركون تلك المناطق وهم يتقاتلون فيما بينهم في منطقة الباب وجرابلس وعزاز وعفرين. فلا يمكن لنا أن نطلق أي تسمية أخرى على هذا الذي يحدث سوى أنه سقوط أخلاقي وأنه هزيمة أخلاقية. ما يحصل من خروجهم وتدافعهم للقتال في ليبيا للدفاع عن حكومة الأخوان المسلمين الممثلة بالسراج أيضا لا يمكن أن يمثل إلا سقوطا أخلاقيا يمثله هؤلاء. هؤلاء تعروا بشكل كامل أمام المجتمع السوري وأمام المجتمع الدولي، وأصبح الكل مدركا أن هؤلاء هم مجموعة من المرتزقة
لا يمكن أن يجلبوا الأمن إلى أي منطقة يحكمونها، ولا يمكن لهم أن يجلبوا الحرية والعدالة. وجودهم خطر في أي منطقة يحلون عليها وفي أي منطقة يتقدمون إليها. لذلك يجب حل هذه الفصائل وحل هذه الميليشيات، ويجب إعادة تأهيل. طيب سريعا أستاذ سلام، في أقل من دقيقة، فيما يخص إنهاء هذه الظاهرة اليوم القائمة في المناطق السورية الخاضعة للاحتلال التركي في ظل تعدد أجندات تلك الفصائل، كما أسلفت، بعضهم أتى من غوطة دمشق، بعضهم أتى من جنوب دمشق، بعضهم أتى من ريف حمص، هل يمكن للنظام التركي إنهاء هذه الظاهرة الفصائلية برأيك؟ لا يمكن لمن خلق هذه الظاهرة وحدث هذه الظاهرة ومن أوصل الحال السوري في تلك المناطق إلى هذه الحال، لا يمكن له أن يحلها. فهو المسبب الأساسي للمشكلة، وهو أساس المشكلة، وهو المشكلة في حد ذاتها. فلذلك لا يمكن لتركيا بأي شكل من الأشكال أن تنهي هذه الظاهرة. إنهاء هذه الظاهرة تتعلق بإنهاء الوجود التركي في تلك المناطق وحل هذه الميليشيات وهذه الفصائل لكي يتم إعادة تأهيلهم في منظومات سياسية واجتماعية، ويتم إعادتهم إلى المجتمع بشكل آخر. بهذا الشكل لا يمكن أبدا قبولهم على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الشعبي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي وعلى كافة المستويات. يفترض خروج الاحتلال التركي وقطع الدعم عن هذه الفصائل وإعادة تأهيلها ضمن المؤسسات السورية سواء كانت العسكرية أو السياسية لكي يصلح الأمر. هذا ما سمح به الوقت. أنا أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات، ضيفنا الكريم من الشمال السوري سلام حسين، عضو الهيئة التنفيذية للتحالف الوطني الديمقراطي السوري. والآن نذهب إلى فاصل، ومن ثم نفتح ملف الأخير لحديث اليوم. تفضلوا بالبقاء معنا مشاهدينا الكرام.